قبالة كانت قوية أخويا، بان لي أنا على أن المنتخب المغربي كان حاضر بقوة، الدفاع كان عنده مزيان بغض النظر على المقطع الأولى داري كانوا قانفين شوية، ولكن المقطع الثانية كانوا لا دفاع لا هجوم، كانوا لاعبين مزيان. زياش أخويا زياش راه باينة. وأنا كنت متوقع الرباح، كنت متوقع الرباح المغرب، ديما تفائلوا خيرا وإن شاء الله الماتشات الجايين يديروا دي بون ماتش. رسالة للمنتخب، لعبوا على الدراري راه حنا محتاجين، بقاو في لاكوب. المقابلة كانت في المستوى، ما شاء الله المغاربة لعبوا مزيان فريمون، يعني كانوا موجودين. حنايا تصدمنا كيفاش لعبوا، تبارك الله عليهم، والمقابله كانت زوينه، خرج داكشي مزيان، تبارك الله حكيمي ما شاء الله عليه، بانو حتى هو فريمون بزاف، يعني كان في المستوى اون جينيرال. المنتخب اليوم كله كان في المستوى، يعني كلهم داروا ايفور ولعبوا مزيان. هذه هي الكره، راه دار ما كيكونش خطا، ولكن هذه هي الكره فانت كون، يعني كيكونوا دي فوت صغار ما كيتحسبوش اخطاء. الحمد لله، المهم ما خسرناش، الحمد لله التعادل، ولينا طالبين التعادل. بغيت نقول لهم تبارك الله عليكم، مشرفين المغرب الحمد لله، يعني خارج البلاد وداخل البلاد، وغود لك، الله يعاونهم والله يسهل عليهم. ماتش اللي زوين والوالد الركراكي دار ماتش زوين حتى هو، والفريق ديالنا مزيانة، ونتمناو نتأهلوا لمونديال قطر 2022، وكنطالبوا الشفاء لأمين حارث ونصر مزراوي باش يجيو يلعبوا معنا في المنتخب إن شاء الله. اللعب حتى هو زوين، تيك تاك زوينة، حكيمي، زياج، بوفال، راه عندنا أسطورة الأساطير ديال المغرب، وإن شاء الله نتأهلوا ونربحوا بلجيكا ومن بعد كندا. مقابلة مزيانة، واخا تعادل نقطة مزيانة، ان شاء الله هادشي كيخلي اللعابه شي يتحفزوا، ان شاء الله تكون يديروا مقابله زوينه كما داروا اليوم، تكون اهداف اكثر باش نحققوا نتيجه ايجابيه ان شاء الله ضد المنتخب بلجيكا وكندا، على شلون تاهلوا ان شاء الله. انا راضي بالتعادل، نقطه قدام كرواتيا كتبان لي مزيانه، لان وصيف كاس العالم السن ديال المدرج كيلعب دور كبير في داكشي، علاش لقينا شويه ناقص. بغي فوالا مقابله زوينه ما بيهاش، ولكن شكر واجمل الحارث تبارك الله، الله يعطيه الصحه وشي اللاعب الله يعطيهم الصحه، فانت كاس العالم وديما راجا وديما مغرب.